مسير لوين؟ الأرز. الحين مسير على الأرز، بدي أسمع صوتكم على الأرز يا بيبرز. بامبي. لا يا شربي، لا شربي يا شربي، هيك عم نتفقش. براين ولو يا براين؟ براين ما شفت أنا بدي أشرب، ما أشرب بدك تشرب مي. معك خبر إنه البيبرز هو عم يتمرن لمرحلة جديدة. البيبرز لازم هلا تتحمل 16 ساعة بلا مي بلا شرب. يلا استرح بمبي. أنا شو وراي؟ لا تولي إيدي هيك. يلا كده يقتلني مظبوط يا ليزا يا ليزا. يلا جو يضلوا 3-4 ايام بلا ما يفتح. معك خبر انه البيفر اكبر رجال بالكام. يلا يا بيفرز ولو شدوا الهم، الارز قربت ولو ما نحن مشي من حي الميدان مسيره على الارز منه شيء. هلا بيلقوا لنا الجواد العميق بيكونوا رايحين بوسطه وما بوسطه مع هيدا ايدون سونا يا سونا. يلا كفوا المسير لشوف. يلا يا بيبي وصلنا على المخيم، وصلنا على المخيم تسترح بامبي. الله احنا من وين شينا؟ من المخيم ده من الأرز. بدي اسمع صرخكم مع الحشيش بامبي. أنا بس أنا بس هلا صار وقت الجد، وقت الجد جد. أنت بتبقى معي وأنتوا الاثنين بتروحوا كل واحد يقعد مع نفسه. يلا يلا ما بدي أشوف صورة وشكم. أنا بدي صورة. شاربين بس عارف انت ايه رجلك انت بلع الواحد يا باب. شارب الحبيبي تعال عندك دو بيتحرس. انت بقى تحرس مخيم العرس تقعد هان وانا بفوت نايم بالخيم. انا بفوت على الخيم. لا ما في بكتين هون. عارف ان انا عم بحكيك انا القائد جوجو. جوجو على الخيم. انا الشيف هان ابردك. ورد هان. ما بعرف شو خسان ضربوه. مش شايفني عم بسمع هالهيدفونز الميكسر عملها جديد. انا عملها بعني جديد على الكيك شيء. بفوت على الخيمه ضربوني. ما في تفوت على الخيمه. عندك ناوي بيتحرس يا شاربي الولاو. مش هيك الرجال بيكونوا يا شاربي. انت بيف الرجال بدك تقعد برا تدافع عن مخيمك ولو. اقعد اقعد لشوف. البيبرز بضلوني يقفشوني. ما بعرف. خليني بخيمة. مين؟
خايم شو خايمي ما خايمي عفش انت انت ست رجال ولا مش عارفين ما بيصير هاي خلص اثنين بخايمي اثنين بخايمي ما في انت عندك ولو عندك ما بتحرش عن انت رجال يا مش عارفين ولو بعدين مين قول عم يضربك مين قول بيستأجي يدق بافراد ولا شو جوز يلا خلص فوت اثنين بخايمي ما تسألنيش تسألش عن جد طلبني 500 بيكا بايت امبارح قعد كل الليلة ليلة هلا هلا برجع بحكي كثير كثير حلو بحكي على انت نايم منيح بالخيمة بخليك نايم بالخيمة لشوف أنه إيش بحماد بيتك؟ إيش منيح؟ أنت شو بيك؟ خف عرفت أخي الخبر شو بيك تجوجو مستعجل أنا هلا بالمخبر بدارك بالمخبر؟ إيه بالمخبر بس مش عارفين شو بيصير بالمخبر راهي راهي يا شيخ في شيء أهم من هاي يا جوجو عم قلك المخبر بدارك أنا بلا في شيء بدي خبرك إياه ضروري يا جوجو هلا بعدين تخبرني لا هلا بدي خبرك طب يلا تفضل خبرني عرفت انه مبارح احترق الدفو انا بتعلم زعفي حتى لو ما خلص زعفي عادي صابر وقف 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 هذا المسطول بلبنان بعرفك نجلو بهجوله